عسلامة مسيو. عسلامة أختي العزيز. عايش، قدم لنا روحك. اسمي رفيق. مرحبا بيك رفيق، اش تعمل في حياتك؟ ولا عامل يومي. عامل يومي. رفيق معناها تحب تحكي لنا على التجربة متاع الهجرة متاعك اللي هي تجربة معناها غير شرعية، تعرضت فيها لصعوبات. بيه تفضل احكي لنا. كان مشيت بيه ليلة محمد رسول الله أختي، مشيت أنا وليد مرة في عامين التالي، مشيت لإيطاليا تفهم فيا، مشيت على البحر واحد وكذا. خلينا نحكيو كيفاش بديت ساعة الفكرة متاع الهجرة الغير شرعية. فكرة كي حلم الشباب الكل، معناتها ريت شنية كل، معناتها الشباب راهو يحب يمشي باش تعرف على أوروبا، فماش معناتها تو مثلا أفريكان تشاد نيجر زير ليبي مغربي جنسيت الكل يحبوا يتعرفوا على أوروبا. أنا ديجا أنا ولد ريف، أنا ولد ريف ومشيت للفلاح، مشيت للبرغام. تحية لأهالي الريف في إيطاليا. باه مشيت لإيطاليا من الأول ما هبطتش هناك، معناتها درت فك أنا خدت نسمع في إيطاليا كل حكيتك الغبرة والستالي والواحد وكذا، ندرت في إيطاليا. مشيت ديريكت أنا بحكم ولد ريف هبطت ياسر للفلاح. خدمت مع نستلاين، فهمت كيفاش؟ خدمت فك معناتها كل طماطم، خدمت في العنب، خدمة نظيفة حلال. اخترت الحلال؟ اخترت الحلال على حرام. باهي. مشيت بقيت مكثرية في الريف، ما نقولي أنا معناتها طفل كيما نقولوا فيها طبب وشتي عاقل نظيف، فهمت كيف؟ قدام يحب يحسن من وضعه وكهو. يعطيك الصح، بعثت للدار ما نكذبش عليك، بعثت للورو. عشت مع تلاين معناتها فهمني، فما حتى واحدة تعرفت عليها اسمها كوزيت هي طفلة تاليانية أكبر مني شوية في العمر، كي نقتني أنا معناتها ليا بكل كل الغلمة نتاعي. كل الغلمة نتاعهم في الكوري نتاع تلاين وواحد وكذا ونظيف وواحد وكذا، حبيت واضح حبيتوا بعضنا، حبينا بعضنا في إيطاليا صحيت. المشكلة أنا نهار من نهارات فما واحد مصري نهار من نهارات السيدي قال لي براني نمشي نعمل دورة في السنتر بتاع إيطاليا. أنا كيك أخويا مشيت نعمل في دورة في التليان أخويا وسسمة من ميلانو، دورت من هنا من هنا من هنا. سيدي جيني معاكم كونترول بابي. بقيت أنا عاد شو نقولو، خديت كل ورقة تاكل حسن السلوك والسيرة خاطرين بحكم منطقة ريفية. عسل درت أنا واحد صاحبي مصري هلا غالب، هي ديما نرجع لك للوحدة متاع العرب. فهمني؟ نلقى واحد تزيري فهمني؟ عم مشكلة أم الروك. مشينا دهمنا، مشيت أنا كاش. كليني الحماس ساعك تزيري هذاك. مشيت مع أخوك الجزائري. صحيت. كلهم أخواتك نورمالمون. نورمالمون. المغربي أخوك زيدا والجزائري أخوك. تزيري أقرب حاجة لتونس. مشيت دفعت عليه. لم نحاكم الكل مع بعضنا، فهمني كيفاه؟ وانتي ماكش فاهم الحكاية، ماكش فاهم شكون الظالم وشكون المظلوم. هذيك واحدة كلتني أنا نسمع في صوت تزيري، مشيت نجري له في باليس اسمه في العاصمة بتاع تالي، ومشيت ندفع عليه ونقلت وينس هذيك ما سير شلنا الحاكم نمنا في بعضنا كل واحدك روح. أما المشكلة واحدة، أما عشت عام كامل بنظافة فهمت؟ معناها كانت عندك فرصة في إيطاليا؟ كانت عندي فرصة مع كوزيتا، مع اسمها ماريا كوزيتا هي. كنت تنجم زادة تتزوج؟ يظلي معناتها كيما كي العريبة الكل، واحدة يظلي خليت معايا طفلة صغيرة، بنتي يظلي في إيطاليا، ما نعرفش كان هي. وروحت يعني واحد وكذا تأثرت شوية خاطر كان واحد بحكم معاش. شنو عملت؟ تأثرت شوية، تأثرت خاطر كنت في أوروبا، يعني كي صرت نضيف مترويات كيران عباد ناس عام كامل معناها استنست بعقلية جديدة عجبتك. اي عجبتني اي، انا ديجا كنت نضيف واحد وكذا مشكلة صغيرة، بس مشكلة صغيرة كان جيتش هذيك راني تو حقك هنيت على روحك. هلا غالي والله يا ريتش، وخاصة انك غير شرعي في بلاد الناس. ايه انا حبيت واحدة، حبيت نركح اموري واحدة. ما بقيتش على تواصل مع الاجنبية؟ والله ساعة لساعة تكلم فيا، ما لا غالب انا حبيتها فهمني، وهم راهو كيحبوا راهو العربي مش كيما هنا تحب. تجيك لتونس راه نجم
حكيتوا في الموضوع هذا ولا؟ فما اسمها يذول لي طفلة أنا خدت اللي جبت منها أختي العزيزة اسمها سولجي. سارة جبت طفلة من الأجنبية في علاقة غير شرعية. هم يحبوا مع العرب، أما واحدة نقتني معاقل. عندك طفلة من الأجنبية؟ تليانية. إيش عمرها توا؟ سولجي. أنا قلت لها اسمها سولجي، أنا قلت لها مو كوزيت مو ستيلي الإيطاليان مو أسيم العرب اللي سولجي. معناها أنت كي رجعت لتونس، خليتها أونسانت. خليتها أونسانت. وهي توا جبت بيبي اللي هو بنتك أنت. سولجي يعني. يعني ورتي لي. أنك ماكش تقابل في بنتك، ماكش تشوف فيها، ماكش تبوس فيها. صورها ملي كان جات عندي كونيكسيون راني وريتها لأختي، أما لا غالب أنا حبيتها وهي حبتني كيف. ديما عندك طفلة من الأجنبية. مشكلة صغيرة بركة هكا. كنت نجم ناخذ الوراق تاع تالي، أنا حبيت ديجا حتى باش نعمل أختي البريمي والباسبور. بنتك معناها ينجمي شو نقول لك؟ قلت لها اسمها سولجين، نعرفش اختار على اسمي، قلت لك كوزيت، قلت لها اسمها سولجين، قلت لها علاه اسمها سولجين؟ كان عندي صاحبي تركي مزيان في ايطاليا، فهمني؟ تعرفت عليه؟ قال لي راه عندي انا بنتي من الاتراك اسمها دو اوما سولجين. قلت لها اسمها سولجين. اما علاقتك بالاجنبيه تو معناها ولدت فيها صغير وبيبي وطفله وكل شيء، يعني لازم يعني تولي علاقه رسميه. تنجم تولي علاقه رسميه، تنجم تتحل المشكله هذه البسيطه، نجم نمشي معها لتالي، نجم نرجع نكون، علاش لا؟ خاطر انا مشكلتي بسيط على الاخر، مش كلي واو، مش هدوني زي عركه يعني صغيره. متعاود ترجع؟ ينجم يكون، نجم الساحل الاوروبا، فهمتني؟ انا حبيت ديجا نخدم و حبيت قلت لها نتعدوا لفرنسا، فهمتني؟ قلت نحب نبقى في اسمها في برغامو هذه خاطر منطقه في لحيه في ايطاليا. بقيت معاها في الطليان هكا ومشكله صغيره ولا وحدك، فهمتني؟ ندمت عليها اكيد. ندمت عليها اكيد، حتى ولا فما حتى افريكان وصلوا غاديك واحد، والله فما اسمان اللي ياكلوا في القطاطس كل افريكان، هما جنوب الصحراء انا نعرفهم، مش الكل. فما كوكو ديفوار سنغال وشريت في الافريق ولا محلاه معناتها، فهمني؟ فما عندي صاحبي مسلم ياسر اسمه امدو، عايش في ايطاليا يقرا تو في تعليم اللغه، فهمني؟ ان شاء الله ربي معاه، فهمني؟ كيفاه كان انا في تونس ونقل لايطاليا، فهمني؟ هذيك هي والله. باش نقول لك اختي، خلي لك الكلمه الاخرى، شنو تتمنى لشكون تقدم ديديكاس؟ استنى واحده، هي اسمعني، هي الغربة حد، الغربة حد، وإيطاليا حد، وتنجم أوروبا الكل حد، كل واحد كيف تزار، فما اللي تختف بالكدا، فما اللي لا، فهمني؟ لازمك تعرف كيفاش تستغل الفرصة اللي يعطيها لك ربي. أي والله كل واحد، وأنا نؤمن بالمكتوب، نؤمن بالمكتوب ياسر، فهمت كيف؟ يعني يريتك الدورة هي اللي ضرب القاضي عليك، كان كم درتش راني بقيت في إيطاليا، نجم راني عملت أوراق، راي الكراب الخاص الساعة، قلت نجم نمشي ونجي نطلع الفامي نجيبك المرأة معايا، حبيت كل الناس الكل، يعني هما نسبة شرايا. إن شاء الله ربي يلم شملكم. باش نقول لك حاجة، هما نسبة للبنات الأوروب، ريتك كما نقولوا نحن أختي سامحني أولادهم هما. سامحني في الكلمة درتي، سامحني ولاد العرب اللي معناتها اللي تحسوا عنده شجاعة معناتها، يعني مكبوس مقدام على أولاد أوروبا، هم يحبوا بنات الأوروب العرب، فهمت؟ المشكلة ما بين نحن توا تونس والطفلة تاع تونس والطفل، الإمكانيات ضعيفة، هم ما يزروش الإمكانيات، هم من اللي يحلوا عينيهم يقوا قدام الفلوس اللورو الدار الكرهبة، ما تلوج على راجل باش يعيش معاه، فهمت؟ خلي لك الكلمة الأخرى، تحب تقدم تحية لبنتك؟ إن شاء الله أخويا نقدموا التحية لبنتي في شو اسمه في برغامو في إيطاليا، شو إن شاء الله ربي معاهم وواحد وكذا وش اسمه وش اسمه، ونحب نقدم شو اسمه أيمن واحد اسمه الجزيري كان معايا زيد في إيطاليا، هو في الجزائر تو، قدم له تحية أخويا.
واحلى شعب الجزائر واحلى واحلى تونس واحلى تاليا وخويا واسمه وكل الفرقه هيك كيما انا زاد جربتها حكيت اوراق وواحد وواحد هيك هو. شكرا.